بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن بإعطاء المحاضرة الأولى في علم النبات بوتاني، اللي هو يسمى بوتاني. في البداية نعطي فكرة على أهمية علم النبات وكيف يستفيد الإنسان من النباتات، وشين هي الفوائد اللي تقدمها النباتات للإنسان. أهم نقطة هي طبعا صناعة الغذاء خلال عملية البناء الضوئي. عارفين النباتات هي ذاتية التغذية، تقوم بصناعة الغذاء من خلال عملية البناء الضوئي، بحيث تمتص الطاقة الضوئية من الشمس تحولها إلى طاقة كيميائية لصناعة الغذاء. خلال هذه العملية النباتات بتنتج الأكسجين اللي تتنفسه الكائنات الأخرى، كذلك بتمتص ثاني أكسيد الكربون، بالتالي تبي تخلص البيئة من ثاني أكسيد الكربون وتزودها بالأكسجين. إذن هي مصدر رئيسي للغذاء في جميع صوره. بالإضافة لذلك، طبعا بالإضافة إلى أن هي تزود الإنسان بالغذاء أو والحيوانات الأخرى بالغذاء، سواء كان بصورة مباشرة ولا غير مباشرة. أيضا تعتبر مصدر للعقاقير الطبية والأدوية من خلال ما يسمى بالنباتات الطبية. أيضا تزود الإنسان بالوقود، سواء كان في شكل خشب أو وقود أو نفط، وقود حفري اللي هو النفط، بترتب بعدين النفط طبعا يتم تكريره إلى بنزين ونافطة وإلى آخره، وعارفين نحن الكلام هذا أعتقد كله. أيضا مصدر للألياف، الألياف اللي تصنع منها ملابس مثل القطن والكتان. أيضا الألياف تصنع منها الحبال والسلال، كذلك هي مصدر للمنبهات مثل الشاي والبن والكاكاو، كنا عارفين الكلام هذا. أيضا مصدر لخشب لصناعة الأتات والمأوى والمنازل. أيضا مصدر للتوابل والبهارات اللي بتعطي نكهة للأطعمة والحلويات إلى آخره، وعارفين كنا الكلام هذا. تعتبر مصدر لصناعة الورق، الورق طبعا يدخل في صناعة العملة الورقية وورق الكتابة. كذلك تضفي طبعا منظر جميل على الطبيعة، اللي طبعا هذا بيوفر فضاء لقضاء بعض أوقات ممتعة في الحدائق والمنتزهات والبراري، بالتالي يوفر راحة نفسية للإنسان. هذه أشكال، طبعا الأشكال مختصر، يعني هذه غذاء، يعني بعض الأغذية توفر أغذية للإنسان. هنا صناعات اللي هي الخشبية نباتات، هذه بعض الصناعات، روايح، يعني شوفوا قدامنا بعض الروايح. هذا اللي هو الحفور، اللي هو سوري اللي هو الوقود الحفوري. اوكي، جيلي فروع او مجالات علم النبات. الفروع اللي تندرج تحت علم، انا يعني اللي الشخص اللي يدرس علم نبات، شنو هي الفروع اللي ممكن يدرس؟ طبعا تنقسم مجالات علم النبات الى فروع وصفية وفروع تجريبية. الفروع الوصفية descriptive fields هذه تعتمد على الوصف والمشاهدة بالعين، يعني مشاهدة بالعين، ثم يقوم الشخص بوصف ما رآه وما شاهده بالعين. من خلال الوصف بيبني أفكار، بيبني أفكار، والأفكار هذه طبعا ممكن يبني عليها نتائج. مثل طبعا الفرع الأول هو علم تصنيف النبات بلان تاكسونومي. يهتم هذا العلم بتصنيف النباتات إلى أقسام ومجموعات حسب التشابه والاختلاف، حسب التشابه والاختلاف بينه. أيضا علم الشكل الظاهري أو الشكل الخارجي بلان مورفولوجي، هذا يهتم بدراسة الشكل الظاهري للنباتات. أيضا علم تشريح النبات بلان أناتومي، يهتم بدراسة التركيب الداخلي، يعني هنا في الحالة هذه يعني الدارس يضطر إلى أخذ قطاعات إما في الساق والورقة والجذر إلى آخره، وبيدرس التركيب الداخلي للأنسجة تحت الميكروسكوب. أيضا علم الخلية بلانت سيتولوجي، وهذا يهتم بدراسة الخلايا من الداخل، سواء كان أنواع الخلايا أو التركيب الداخلي للخلايا من خلال الجدار الخلوي والسيتوبلازم ودراسة الميتوكوندريا والبلاستيدات إلى آخره. هذا يسمى علم الخلية بلان سيتولوجي. الشق الثاني هي مجالات التجريبية اكسبيرمنتال. اكسبيرمنتال ميثود هي مجالات تعتمد
بناء الأفكار فيها أساسا على التجربة. يعني في الشق هذا ضروري أننا بنقوم بتجارب، التجارب هي نتائج تجارب نبني عليها أفكار، زي علم وظائف الأعضاء بلان فيسيولوجي، أحد المجالات التجريبية يهتم بدراسة الوظائف الداخلية للنبات مثل البناء الضوئي والتنفس والنمو والنتح إلى آخره. علم الوراثة بلان جينيتكس، هذا بيهتم بدراسة العمليات الوراثية في النباتات وكيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. أيضا علم البيئة بلانت إيكولوجي هو أحد علوم النبات اللي يهتم بدراسة النباتات مع البيئة، علاقة النبات مع البيئة، وهذا يستخدم تجارب لتحديد كيف تتأثر النباتات بالبيئة، كيف تستجيب للعوامل البيئية، وكيف تتكيف مع البيئة المحيطة. أيضا علم التقنية الحيوية فرع آخر من الفروع التجريبية. التقنية الحيوية طبعا هي الغرض منها تحسين جودة النباتات، تحسين أنواع النباتات من خلال غزارة الإنتاج أو طعم الثمار أو مقاومة للأمراض. من خلال هذه التقنية يتم نقل المورثات أو الجينات المرغوبة من نبات ونقلها إلى نبات آخر لا تتوفر فيه هذه الجينات، بالتالي النبات هذا بيكتسب الصفة هذه زي ما حكينا، سواء كانت صفة مقاومة للأمراض أو طعم الثمار أو غزارة الإنتاج إلى آخره، ونقلها إلى نبات آخر بيكتسب النبات هذه الصفة، وبالتالي هذه التقنية تسمى الهندسة الوراثية جينيتك انجينيرينج، تندرج تحت علم التقنية الحيوية. فرع آخر هو زراعة الأنسجة تيشو كالتشر بلانت تيشو كالتشر. من خلال التقنية هذه من الاسم بتاعها يعني بناخذ خلايا من نبات مرغوب زي ما حكينا، سواء كان فيه صفة مقاومة للأمراض أو جودة إنتاج أو غزارة إنتاج، بناخذ خلايا منه ونزرعها في طبق أو في زجاجة في معمل، بالتالي هذه بتعطيني طبعا نبات كامل، والنبات بعدين ثم نقله للحقل طبعا عن طريق معاملة النبات هذا، نبي نزرعه في زجاجة ونعامله بالهرمونات، والوسط هذا فيه هرمونات وفيه وسط مغذي صناعي يحتوي على سكريات مغذيات معدنية وهرمونات ضرورية، بالتالي تتحفز الخلايا هذه والأنسجة وتنقسم ثم تتمايز وتعطي جذر وساق وأوراق وتعطي نبات كامل. بعدين نبات كامل هذا نحوله أنا في الحق أن أنزرع في الحق، فبيعطيني نباتات لها صفات طبق الأصل من النبات الأم اللي أخذت منه الخلايا اللي زرعت، مثل الصورة هذه. طبعا عندي طبق أو زجاجة فيه من تحت الوسط مغذي اللي فيه السكريات والعناصر المعدنية والهرمونات، والخلايا زرعت خلايا بعدين كل خلية أعطتني نبات كامل، وفي فترة طبعا وجيزة من خلال أسبوعين أو ثلاثة تعطيني نباتات كاملة. نجي لي أنواع التغذية. التغذية في النباتات تقسم التغذية في النباتات، يعني كيف تتغذى النباتات، يا يعني إما تغذية ذاتية، يعني ذاتية معناها النباتات نبات يصنع غذاء بنفسه تسمى أوتوتروفيك نيوتريشن، يعني يصنع نبات مركباته من مادة غذائه من مواد غير عضوية اللي هي تنقص الكربون والماء وعناصر معدنية ويحولها إلى مواد عضوية. هذه باستخدام طبعا هذه تنقسم إلى نوعين، يا إما تتم العملية باستخدام الطاقة الضوئية اللي تستمد من الضوء، بالتالي تسمى تغذية ذاتية ضوئية فوتو أوتوتروف. إذا اتفقنا أن الشق الأول هذه تغذية ذاتية، يعني النبات يصنع غذاء بنفسه من خلال مواد غير عضوية يحولها إلى مواد عضوية. المواد غير عضوية هي ثاني أكسيد الكربون والماء، يحولها إلى مواد عضوية سكريات وبروتينات إلى آخره. إذا كان استخدم الطاقة الضوئية ما تسمى فوتو أوتوتروفي، وهذا الشق الأول منه. الطاقة الضوئية هذه هي النباتات
مين اللي بيقوم بها؟ تقوم بها النباتات او اي كائن او بكتيريا تحتوي على الكلوروفيل. الكائنات اللي تحتوي على الكلوروفيل زي النباتات وزي الطحالب وزي البكتيريا اللي عندها اليخضور، كل الكائنات هذه تستخدم الطاقة الضوئية من الشمس عن طريق اللي بيمتصها مادة الكلوروفيل، وبيحول مواد عضوية ثاني كربون الماء بيحولهم إلى مواد عضوية، بالتالي هذه تسمى المنتجات الأولية أو البدائية اللي هي برايمري بروديوسرز. نشوف المعادلة ثم نرجع. هذه الفوقية طبعا معادلة الفوقية هي تتعلق بالكائنات اللي تقوم بعملية البناء الضوئي فوتو أوتوتروفي، يعني اتحاد ثاني أكسيد الكربون سي أو 2 مع الماء H2O في وجود الكلوروفيل اللي هو بيمتص الضوء، بيمتص الضوء بيحولها إلى اللي هو جلوكوز زائد الأكسجين، سكر جلوكوز زائد الأكسجين. هذه المعادلة بتاع اللي هي عملية البناء الضوئي تقوم بها الكائنات اللي تحتوي على الكلوروفيل، لأن الكلوروفيل هو اللي بيمتص الطاقة الضوئية. الطاقة الضوئية هي اللي بتسبب ربط الماء وثاني أكسيد الكربون، تحوله من سكر جلوكوز C6H12O6، وينطلق في هذه العملية اللي هو الأكسجين. الشق الثاني اللي هو تغذية ذاتية كيميائية كيمو أوتوتروفي، هذه كائنات ذاتية التغذية تصنع غذائها بنفسها ولكن ما عندهاش الكلوروفيل. فمين بتحصل على الطاقة؟ تبي طاقة باش بتكون بها الغذاء، يعني تحصل على الطاقة هذه كائنات طبعا تعتمدها بعض البكتيريا، بعض البكتيريا اللي ما عندها ذاتية التغذية ولكن ما عندهاش الكلوروفيل. شو بدي هنا؟ تتحصل على الطاقة لإنتاج غذاء من مواد كيماوية غير عضوية موجودة في البيئة اللي هي عايشة فيها، في اللي بس سواء كانت في تربة أو ماء أو وطفر. مثلا زي بكتيريا الحديد، مثلا بكتيريا الحديد هذه تعيش في المياه الطبيعية، تستعمل الأكسجين من الهواء لأكسدة مركبات الحديد الدائبة في الماء والموجودة في المياه الطبيعية اللي تعيش فيها، في عملية تنطلق فيها طاقة. الطاقة بعدين هذه بتستخدمها في ربط ثاني أكسيد الكربون والماء باش يتكون جلوكوز وينطلق الأكسجين. يعني هنا البكتيريا الحديد هذه موجودة في المياه الطبيعية بتستخدم اللي هو مركبات اللي هو أكسيد الحديدوز، بتأكسده بالأكسجين الأكسجين الجوي وتحولها إلى أكسيد حديديك. العملية هذه بتنطلق فيها طاقة، الطاقة بتستخدمها في ربط ثاني أكسيد الكربون مع الماء وينتج الجلوكوز والأكسجين. جيلي الشق الثاني اللي هي التغذية الغير ذاتية اللي هو هيترو تروفيك نيوتريشن، تغذية غير ذاتية. هذه كائنات لا تستطيع صناعة غذائها بنفسها، بالتالي بتعتمد على غيرها، تعتمد على غيرها في الغذاء، يعني تعيش على استعمال مواد عضوية مصنعة سلفا جاهزة، بالتالي هذه تسمى كونزيومرز مستهلك، لأنها لا تحتوي على الكلوروفيل ولا تستطيع توفير طاقة لبناء الغذاء، بالتالي تحتاج إلى غذاء جاهز. ومعظم الكائنات غير ذاتية التغذية تكون مترممة، تسمى سبروتروفيك. سبروتروفيك مترممة يعني تتغذى أو تعيش على تحليل مواد عضوية ميتة، يعني بتعيش على كائن ميت أو مواد عضوية ميتة، أي مادة عضوية ميتة بتعيش عليها، كائنات تسمى أوتوتروفيك، مثل الفطريات، يعني أغلب الفطريات تعيش سبروتروفيك مترممة، تعيش على بقايا نباتية أو حيوانية أو كائنات ميتة، تقوم طبعا بتحليل هذه الكائنات أو الفضلات وتمتص نتائج الفضلات، نواتج الفضلات امتصاص. يعني مثلا هذه صور بالفطريات اللي تعيش على فضلات، يعني فضلات سواء كانت يعني نباتية خبز أو برتقال أو فواكه وكذا أو لحوم إلى آخره، فتعيش عليها وتحلل هذه المواد ثم تمتص. التعايش هذا الأول، طبعا الشق الأول قلنا شنو اللي هنا، الترمم، يعني كائن يعيش على يعني فضلات أو بقايا عضوية أو كائن ميت، تسمى شنو صبر تروفيك مترمم. أوكي،
الفقر الثاني اللي هو التعايش، سامبيوسس. سامبيوسس التعايش هذا عبارة عن كائنين يعيشوا في علاقة مع بعض بشكل. طبعا الشق الأول الترمم، كائن واحد، كائن واحد يعيش على مادة عضوية، مادة عضوية. التعايش كائنين يعيشوا مع بعض في علاقة، حسب العلاقة حنشوف يعني كائنين. إذا كان طبعا الكائنين هذا واحد يتغذى على الثاني ويسبب له ضرر، تسمى تشيني تطفل، بارازيتيزم. بارازيتيزم هو أحد أنواع التعايش، بحيث يعيشوا كائنين مع بعض، واحد يستفيد يسمى طفيل بارازايت، والثاني يتضرر يسمى الهوست، مضيف الهوست. إذا هذا التطفل عبارة عن كائن يعيش على كائن آخر، يمتص منه الغذاء، وأحيانا يسبب له حتى أمراض، يسمى بارازايت، والعائل اللي هو يعيش عليه يسمى هوست، يسمى هوست. زي مثلا هنا مثلا يعني حشرة تعيش على نبات وتمتص منه الغذاء. أيضا في التطفل بعض النباتات الراقية ما عندهاش الكلوروفيل، لا تحتوي على الكلوروفيل، حتى لونها يعني أصفر، بالتالي هذه تكون متطفلة على نباتات أخرى. يعني نباتات تتطفل على نباتات أخرى مثل الحمول، نبات الحمول، كسكوتة، هذه تطفل عدد من النباتات مثل منها الزعتر والبرسيم، ونبات الهلوك أوروبانك تتطفل على بعض المحاصيل الزراعية مثل نبات الفول. النباتات هذه الكسكوتة والأوروبانك هذه عديمة الكلوروفيل، بالتالي جذورها تتشابك مع جذور النباتات اللي بتتطفل عليها وبتمتص منها الغذاء. اوكي، علاقة ثانية تكافل، ميوتواليزم. ميوتواليزم هي كائنين يعيشوا مع بعض لكن شنو بيستفيدوا من بعض، كل واحد يقدم فائدة للثاني، الفائدة للثاني، هذه تسمى ميوتواليزم. مثل طبعا جذور النباتات البقولية مثل الفول، بازيليا والفاصوليا، هذه تعيش في جذورها نوع من البكتيريا يسمى هريزوبيوم. البكتيريا هذه تعيش داخل جذور النباتات البقولية، تسبب لها انتفاخات، تعيش فصل انتفاخات، انتفاخات هذه تسمى عقد جذرية أو العقد الجذرية للبكتيريا، تقوم بتثبيت النيتروجين من الجو وتحول إلى مركبات نيتروجين الدائبة في الماء، بالتالي يقدر يمتصها النبات، لأن هي تبي تثبت غاز النيتروجين. الغاز لا يدوب في الماء، ما يقدرش يستفيد منه النبات البقولي، بالتالي هي بتحوله من غاز نيتروجين إلى أملاح، نترات ونيترايت، تذوب في الماء، بالتالي يقدر يمتص النبات ويستفيد منه، لأن النبات البقولي يحتاج إلى النيتروجين لصناعة البروتين. بالمقابل الريزوبيوم تتغذى، تحصل على غذائها من النبات، تمتص الغذاء من النبات. أوكي، هذه صورة لجذر بقولي، شوفوا الانتفاخات اللي فيها اللي هي تسمى العقد الجذرية، طبعا هذه فيها البكتيريا اللي الريزوبيوم تاخذ النيتروجين من البيئة المحيطة، يعني تثبت النيتروجين غاز تحول إلى نترات NO2 ولا NO3. لما تحول الغاز إلى أملاح، نترات ونيتريت، الأملاح تذوب في الماء هنا، وبعدين يقدر يمتصها النبات ويستفيد من النيتروجين في صناعة البروتين. بالمقابل البكتيريا تتغذى من النبات. اوكي، جي لي موضوع آخر هي التسمية العلمية أو تسمية النباتات، the names of plants. طبعا النباتات في العادة لها أسماء محلية أو أسماء دارجة أو أسماء شعبية، يعني كل دولة أو كل شعب أو كل بيئة الناس يسموا في النباتات بأسماء دارجة أو أسماء شعبية حسب اللغة وحسب اللهجة وحسب التعامل مع النباتات. ولكن الأسماء المحلية هذه طبعا لها عدة عيوب. أولا الأسماء الدارجة هذه تختلف عادة ما بين اللغات، يعني كل شعب بيسمي باللغة متاعه. أيضا حتى في اللغة الواحدة
النبات يكون نبات واحد يكون ليه أكثر من اسم، أكثر من اسم. يعني زي مثلا في ليبيا عندنا الدلاع نسمو فيه دلاع، في مصر يسمى بطيخ، مصر والشام، في العراق السعودية يسمى حبحب، وفي الكويت والعراق يسمى جحر. مثال يعني، وغيرها أمثلة كثيرة. الاسم الدارج الواحد مرات قد يطلق على أكثر من نوع لنباتات هم بعيدين عن بعض، غير ذات قرب. أيضا مرة أحيانا كثيرة يكون نبات واحد له أكثر من اسم دارج. أيضا العديد من النباتات ليس لها أسماء دارجة، لأنها لم تلاحظ خلال تطور اللغة، أو تكون بعيدة عن الإنسان، بالتالي تبقى بدون أسماء دارجة. بالتالي يعني فكر علماء تصنيف النبات أن يبتكروا ما يسمى بالأسماء العلمية، scientific name، scientific name، بحيث قرروا أن كل نبات يكون له اسم واحد لاتيني علمي، اسم علمي باللغة اللاتينية، ويكون موحد في جميع دول العالم. طبعا أول مفكر في الفكرة هذه سنة 1596 عالم سويسري اسمه كاسبر بوهم، كاسبر بوهم، فعمل أساس لتسمية النباتات، وهو اللي يفكر في التسمية العلمية بحيث نتخلص من مشاكل الأسماء الدارجة. بعدين طبعا بعدها جاء عالم سويدي اسمه كارل لينيس، كارل لينيس، واعتمد فكرة التسمية الثنائية اللي هو باينوميال سيستم اوف نيمز، سيستم اوف نيمز، وقرروا طبعا قرر ان يكون لكل اسم علمي، لكل نبات اسم علمي يكون باللغة اللاتينية. ليش اللغة اللاتينية؟ لان في الفترة، في تلك الفترة الان القرن السادس عشر، السابع عشر، والثامن عشر، كانت اللغة اللاتينية سائدة في العالم، يعني أكثر من 80% من شعوب العالم تتحدث اللاتينية، بالتالي لا مشكلة في تلك الفترة أن تسمى الأسماء باللاتينية بحيث يفهمها أغلب شعوب العالم. فكل نبات أعطوه اسم يتركب من شقين، الشق الأول يسمى جينس، والشق الثاني يسمى سبيشيس. والكتابة بتاعها قرروا أن يكون كتابة الاسم العلمي، طبعا أول حرف من الجنس يكون كابيتال، ثم الباقي كله سمول. هذا الجنس يبدأ بحرف كابيتال، والسبيشيز كلها أو النوع كله بحروف صغيرة. مثلا البلوط، مثلا البلوط اسمه كويركس ألبا، كويركس ألبا، نشاهد أن اسم الجنس كيو، هي اسم الجنس كويركس يبدأ بكيو كابيتال، والباقي ألبا، اسم الجنس كويركس واسم النوع ألبا، ويكون طبعا مايل أو تحت خط. بالنسبة لكارل لينيس قرر أن الأسماء العلمية المستعملة اليوم طبعا هو مسميها كارل لينيس من 1753، اللي هو تاريخ نشر للمرجع اللي يسمى سبيشيز بلانتارم، واللي كتب فيه قائمة من الأسماء العلمية لجميع النباتات اللي جمعها واشتغلها في تلك الفترة. يعني كارل لينيس يعني أسس مرجع اسمه في كتاب أو كتاب اسمه سبيشيز بلانتارم سنة 1753، وأدرج فيه جميع النباتات اللي سماها في تلك الفترة، ونشر ذلك الكتاب في 1753، وقرر أن تكون التسمية الثنائية تبدأ من هذا التاريخ من 1753، وكل الأسماء اللي سميت قبل التاريخ هذا قال إن هي تلغى، وتبدأ التسمية من 1753. وحط طبعا هو وضع قوانين كيف يتم اشتقاق الجنس، وكيف اسم الجنس، كيف يتم اشتقاق اسم النوع. يعني لو شخص عالم نبات اكتشف نبات جديد بيعطيه اسم، كيف يكون الاشتقاق؟ فهو وضع طبعا عدة خيارات، قال يمكن اشتقاق اسم الجنس من اسم عالم لتكريمه، أو أي شخص، مش شرط يكون عالم، أي شخص يستحق التكريم يسمى عليه اسم جنس، أو صفة مميزة في النبات اللي تم اكتشافه، الصفة هذه ممكن تطلق اسم، أو اسم
لاتيني قديم، يختاروا اسم دارج لاتيني قديم ويسمى زي ما مثلا جنس روزا الورد، اللي هو جنس الورد جنس روزا، هذا لأنه هو اسم اعتمد كاسم علمي لأنه هو اسم دارج قديم، يعني الروزا باللاتيني ورد، فأعتمد أنه هو اسم علمي. أو جنس ترايفوليوم، ترايفوليوم تعني ثلاثي الأوراق، بالتالي هذه صفة في نبات أوراق ثلاثية، إذا صفة الأوراق الثلاثية أصبحت اسم جنس فسميت ترايفوليوم، يعني نسبة إلى صفة الأوراق الثلاثية. أو نبات سيسلبينيا، هذا اسم نبات سيسلبينيا مسمى عليه طبيب إيطالي اسمه أندريا سيسلبينو، أندريا سيسلبينو لتكريمه سميت عليه شجرة اسمها سيسلبينيا. إذا اسم لاتيني دارج اللي هو روزا الورد جنس الورد، لأن اسم الورد باللاتيني روزا، وأصبحت جنس، أصبح اسم جنس الورد كله في العالم كله روزا. صفة بالنسبة لما نتكلم على صفة النبات، مثال جنس ترايفوليوم، هذا اسم جنس نبات اسمه ترايفوليوم، أخذ الاسم من صفة الأوراق الثلاثية، إذا هذه الصفة الأوراق الثلاثية ترايفوليوم. أو اسم عالم لتكريمه زي شجرة اسمها سيسالبينيا تكريما للعالم أندريا سيسالبينو. بالنسبة للنوع، هذا بالنسبة للجنس، بالنسبة للنوع قالك إما أن يشتق من صفة، أيضا صفة موجودة في النبات اللي يراد تسميته، مثل أبيض اللي هي ألبا يعني تعني أبيض، أو نيجرا تعني أسود. نختار كلمة اللون، إذا كان اخترت مثلا كلمة اللون ممكن نقول نيجرا لما تعني أسود وألبا تعني أبيض، يعني مثلا لما نقول مورس ألبا ومورس نيجرا. جنس مورس هذا ما هي طبعا نباتين، جنس مورس هو جنس التوت، مورس باللاتيني اللي هو التوت، التوت طبعا فيه توت أبيض وتوت أسود، فلما نقول مورس ألبا أنا نتكلم على يعني هذا الاسم العلمي للتوت الأبيض، ولما نقول مورس نيجرا هذه مورس نيجرا يعني أنا قلت شنو التوت الأسود، إذا مورس تعني التوت، ألبا أبيض ونيجرا أسود، إذا الاسم العلمي للتوت الأبيض في كل العالم الآن مورس ألبا، والتوت الأبيض الاسم العلمي للتوت الأبيض في كل العالم مورس نيجرا. إذا هذه هي بهذا الشكل يكون الاسم العلمي من شقين، شق الجنس هذا الجنس نتاع التوت وهذا النوع نتاع التوتين. تلاحظوا جنس التوت فيه نوعين اللي عندنا قدامنا، على الأقل جنس التوت المورس فيه منه نوعين، مورس ألبا لأن ثماره بيضاء، ومورس نيجرا اللي هو التوت اللي فيه ثماره سوداء. والكتابة تلاحظوا الحرف الأول من جنس كبير والباقي كله سمول، أوكي الباقي كله سمول. ومقطع انه ايضا النوع قال لك ممكن يشتق من موقع جغرافي، المنطقه الجغرافيه اللي اكتشف منها النبات ايضا ممكن نسميها، ممكن البيئه الموقع الجغرافي اللي اكتشف فيه النبات ممكن يشتق منه اسم النوع، زي مثلا نبات ينمو في الجبل الاخضر اسمه توكريوم سيرينيكا اللي هو نبات نوع من انواع نبات الجعدة يقتصر نموه على الجبل الأخضر، سيرينيكا هي الجبل الأخضر باللاتيني، سيرينيكا باللاتيني جبل الأخضر، فمنطقة الجبل الأخضر اللي هي سيرينيكا أصبحت اسم النوع، فلما نقول توكريم سيرينيكم يعني جعدة الجبل الأخضر، كان يقول جعدة الجبل الأخضر، لأن يعني جنس الجعدة اللي هو توكريم، توكريم سيرينيكم يعني اللي هي تنمو في الجبل الأخضر، أوكي؟ أو لما نقول بايرس سيرياكا، بايرس سيرياكا كلمة بايرس هذا جنس اللي هو جنس النجاس، جنس النجاس في نوع ينمو في سوريا فقط، فأصبحت شني سوريا أصبحت اسم نوع، اسم نوع، كأني نقول النجاس السوري، نقول بايرس سيرياكا، سيرياكا لأن في سوريا، سوريا أصبحت اسم نوع، أحد أنواع النجاس، أحد أنواع النجاس اللي هو اسمه بايرس سيرياكا، وهكذا. ربما يشتق مقطع انه ايضا من اسم شخص
زي ما اشتقينا الجنس هنا، تم اشتقاق الجنس من اسم شخص لتكريمة، أيضا ممكن يشتق حتى النوع، يشتق من اسم عالم لتكريمة. مثلا لما نقول كروكس بوليسياي، كروكس هذا جنس الزعفران. جنس الزعفران في منه عدة أنواع، أحد أنواعه ينمو في الجبل الأخضر، فتم تسميته على عالم تصنيف نبات مصري اسمه لطفي بولس. لطفي بولس، فتم تسمية النوع هذا عليه، أصبح كروكس بولسياي. كروكس بولسياي. أو ممكن يشتق اسم النوع من البيئة اللي ينمو فيها، البيئة يعني نهر، جبل، صحراء إلى آخره. أو بالتالي ممكن يسمى على حسب البيئة. مثلا لما نقول سبارتيديم صهاري، سبارتيديم صهاري هذا نوع من النباتات ينمو في الصحراء، فأصبحت الصحراء اسم نوع، اشتقاق النوع هذا اللي أصبحت سبارتيديم صهاري. أوكي. اسم الجنس قال لك ممكن في الكتابة، لما شخص بيكتب مقالة أو بحث عن نبات ما، طبعا بيتم تكرار الاسم عدة مرات في الصفحة الأولى والثانية والرابعة والعاشرة، بيتم تكراره. فهنا وضع كارلينيس بند يقول أن يكتب اسم النبات كامل أول مرة فقط، بعدين لما يعاد اسمه، مثلا لما نقول مورس ألبا، واحد شخص بيدير بحث أو مقال عليه اسم التوت، على التوت الأبيض مورس ألبا، ما فيش داعي كل مرة يكتب مورس ألبا مورس ألبا مورس ألبا. قرر أو وضع كارلينيس بند أن يكتب كاملا المرة الأولى فقط، بعدين يختصر اسم الجنس إم نقطة ألبا، لأن الشخص اللي بيقرأ البحث عارف أن أول مرة قرأ مورس ألبا، فعرف أن المقال أو البحث هذه تتحدث عن مورس ألبا، فيكتب إم ألبا إم إم ألبا. كذلك في بند آخر، عندما لا يريد أن يشير الكاتب إلى النوع بالتحديد أو لا يعرف النوع، يمكن يستخدم نقطة إس بي، زي لما نقول روزا إس بي، تعرفنا روزا هو شنو؟ الورد. مثلا شخص بيدير مقال عليه الورد بشكل عام، بيكتب مقال على الورد بدون ما يحدد نوع، فهني في الحالة دي يكتب روزا إس بي، تعرفنا أن الشخص يتحدث عن الورد وخلاص بشكل عام. أو لا يعرف النوع، يعني عنده نبات من الورد ولكن لم يستطع تحديد النوع، عرف روزا ولكن لم يعرف النوع، فيكتب روزا اس بي. او لما اقول سترس اس بي، طبعا سترس جنس الحمضيات، جنس الحمضيات، فلو شخص بيتحدث او بيكتب مقالة او بحث عن الحمضيات بشكل عام بدون ما يحدد نوع الحمضيات، فممكن يكتب سترس اس بي. إيه؟ ايضا من خلال كتابة الاسم العلمي، قال لك ضروري يكتب اسم الشخص اللي سماه، اللي سمى النبات يكتب بعده، ضروري يجب ان يلحق بالاسم العلمي اسم الشخص اللي اطلق الاسم على النبات اول مرة، مثل لما نقول مورس البا ال، ضروري نكتب ال. ليش؟ هذا اختصار لينيس. لينيس اللي هو كارل لينيس، لينيس هو الشخص اللي سمى التوت الابيض، هو اللي اطلق الاسم، سماه مورس البا، فضروري بنكتب يعني الاسم نختصره. لو الاسم قصير نكتبه بالكله، لو الاسم طويل ممكن يختصر. هنا لينيز اسم طويل تم اختصاره، اذا ضروري نكتب اسم شخص لان هذا حقه هو. نعرف في كل العالم لما نلقى اي شخص في العالم يلقى مورس البايل، يعرف ان لينيز هو اللي سمى النبات هذا. كي في الكتابه، احد البنود اللي وضحها لينيز قال لك ضروري أن يكتب الاسم العلمي مائل أو تحت خط، يعني لو كتبته بالكمبيوتر نديره مائل، نفس هنا نفس اللي هنا مائل أو تحت خط، لو لم يكتب مائل يكتب خط تحت الجنس لوحده وخط تحت النوع لوحده، يعني خط تحت الجنس وخط تحت النوع. واسم الشخص الذي أعطى الاسم لا يكون مائل وليس تحته خط، مثل هنا مورس ألبا مايلة، لكن ال ليست مايلة، ال ليست مايلة. أو إذا كان ليس مايل، كلها ليس مايل، ندير خط تحت الجنس لوحدها وتحت النوع لوحدها، وما نديرش خط تحت اسم الشخص اللي سماه.
وأيضا زي ما كنا حكينا بكري أن الاسم يكون باللغة اللاتينية. القواعد هذه وضعها كارنيس وغيرها طبعا كثير، غير احنا اعطينا فكرة عامة، وضعها في قانون تم تطبيقه من 1753. القانون هذا سماه القانون الدولي للتسمية النباتية، International Code of Botanical Nomenclature، International Code of Botanical Nomenclature، فاختصار ICBN. الـ I International، الـ C من Code، الـ B من Botanical، والـ N من Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature ICBN، وموجود القانون هذا في النت، أي شخص يكتب الجملة هذه يطلع لك البنود والقوانين. وطبعا جينس أيضا وضع نظام تصنيفي بحيث وضع الأنواع المتقاربة، وضعها في جنس واحد، ثم الأجناس المتقاربة وضعها في فصيلة واحدة، والفصائل وضعها في رتبة واحدة، والرتب وضعها في طائفة، والطوائف وضعها في قسم واحد في تسلسل تعاقبي من أسفل الجنس، سوري النوع، ثم الجنس، ثم الفصيلة أو العائلة، ثم الرتبة، ثم الطائفة، ثم القسم. يعني من تحت نوع، جنس، فصيلة، رتبة، طائفة، ثم القسم. يعني المتشابهة تنضم، الأنواع المتشابهة تنضم في جنس واحد، الأجناس تضم في فصيلة، الفصائل تضم في رتبة، الرتب تضم في طائفة، والطائف تضم في قسم واحد. أوكي. وطبعا وضع هو لينيس كل طبقة، هذه تسمى رانك، اسمها رانك، ار اي ان كي، رانك طبقة، يعني الجنس طبقة، الفصيلة رانك طبقة، الرتبة رانك طبقة، الطائفة طبقة رانك، والقسم رانك طبقة. كل طبقة من هذه، أو أغلبهم، مش كلهم، أغلبهم وضع لهم نهاية، باش لكي النهاية تميزها عن غيرها من النهاية. يعني هنا الجدول نشوف، يعني هنا هذا الرانك، الرانك طبعا عندي ديفيجن، كلاس، اوردر، فاميلي، يعني قسم، طائفة، رتبة، فصيلة، هذه الرانكس اللي عندهم النهايات. الجنس والنوع حكينا عليهم ما لهمش نهاية، يعني كل واحد يشتق حسب الخيارات اللي حكينا عليها. اشتقاق الجنس فهمنا كيف اشتق، والنوع فهمنا كيف اشتق. بعدين الأنواع المتشابهة قلنا لكم تحط في جنس، والأجناس تحط في فاميلي، فصيلة أو عائلة. الفاميلي هذه قال لك لينيس وضع بنت ان هي الفاميلي تنتهي ب اسي، وتشتق من، يعني اشهر جنس فيها اللي هو روزا مثلا، يعني هنا مثال، مثال طبعا هنا اكزامبل، هذه عندك النهايه مثال. لما نقول فاميلي اللي هم روزاسي، اللي هي عائله الورديات، عائله الورديات اللي فيها النباتات اللي تنتمي لهذه العائله كلها. يعني مثلا لما نقول روزاسي اللي هي الورد والتفاح مثلا، يعني فيها الورد وفيها التفاح وفيها النجاس وفيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخوخ، كل النباتات هذه تنتمي للفصيلة الوردية. الوردية أخذنا أشهر جنس فيهم روزا، روزا زدناها اسي أصبحت روزاسي. إذا فصيلة الفاميلي روزاسي فيها الروزا اللي هو الورد، وفيها اللوز، فيها الخوخ، فيها المشماش، فيها التفاح، فيها النجاس، كل النباتات هذه تنتمي للفصيلة الوردية. الفصيلة الوردية خدنا أشهر جنس روزا وزدناه الآسي، ولا تشيني الفاميلي روزاسي. أوردر، الأوردر بعدين الفاميلي هذه تندرج، العائلات المتقاربة تندرج في رتبة واحدة، الأوردر، الأوردر تنتمي بأي ال اس، إذا روزاسي الرتبة بتاعها روزاليس، أصبحت الأوردر روزاليس. بعدين الرتب المتقاربة تنحط في طائفة كلاس، الكلاس تنتهي ب او اس او بي اس اي دي اي اوبسيدا. مثلا المثال ماجنوليو اوبسيدا، ماجنوليو اوبسيدا اللي هي ذوات الفرقتين، كلاس ذوات الفرقتين. ثم الكلاسز طبعا الفرقتين والفرقة الواحدة، مثلا تنحط في ديفيجن، قسم، قسم واحد ينتهي ب بي اتش واي تي اي فايتا، ينتهي بفايتا. فاحنا بنقول ماجنوليا بسيدا هذه مع الفلقة، هذه فلقتين مع الفلقة، نحطه في قسم واحد اسمه
ماغنوليو فايتا اللي هي النباتات الزهرية. النباتات الزهرية إذا نقول هنا ديفيجن قسم، لما نقول أنا من خلال السمع لما نسمع فايتا نعرف الشخص يتكلم على ديفيجن، لما نسمع نهاية أوبسيدا نعرف الشخص يتكلم على كلاس، لما نسمع نهاية إيلس نعرف الشخص يتكلم على أوردر، لما نسمع إيسي نعرف أن الشخص يتكلم على فاميلي. إذا الفاميلي روزيسي الرتبة متاعها روزيلز رتبة روزيلز، الكلاس ماجنوليو بسيدا، وديفيجن ماجنوليو فايت. اوكي نوقف إلى هنا وإن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.